يطلع من هرونه استقبال حاضر من امين الضرب والسلام للفلبيني يضرب كره قويه داخل ارضيه الملعب ويكسب ثاني نقاط بني جمره سال ينطلع عيسى عبد الوهاب عبد الرحيم في الاعداد يا سلام سلام جوشون المدرب الفلبيني الذي قدم من الفلبين من مانيلا على امل
الصد ينجح بني جمرة من انتزاع. I've seen things that you wouldn't.